التشخيص بالموجات الفوق الصوتية. يتم التشخيص بها عن طريق إرسال واستقبال موجات صوتية آمنة ذات تردد عالي لتكوين صورة للعضو المطلوب. بعد تحديدك لموعد الفحص، سيتم إرسال رسالة نصية تذكيرية على جوالك مرفقة بخريطة للقسم. تأكد من تاريخ ووقت ونوع الفحص المطلوب. تأكد من اصطحابك للبطاقة الحاملة لرقمك الطبي وارتدائك لملابس مناسبة يسهل كشفها إذا تطلب الفحص. بعض الفحوصات تتطلب تحضيراً معيناً. إذا كان فحصك للبطن سيتطلب ذلك الصيام لمدة 8 ساعات عن الطعام والشراب للشخص البالغ و4 ساعات للأطفال، يستثنى منها الماء والعقاقير. إذا كان فحصك للمسالك البولية والبروستاتا، فيتوجب عليك شرب كمية كافية من الماء 600 مللتر تقريباً حسب الاستطاعة. بعد الانتهاء من الفحص، التقارير ستكون موجودة في النظام. سيقوم طبيبك المعالج بالاطلاع عليها لمناقشتها معك. رافقتك السلامة.